مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن هذا الموضوع ينضم معنا من ريف حلب السورية الباحث السياسي السوري السيد صالح فاضل. أهلا بكم سيد صالح. بداية نبدأ من منبج. تضاربت الأنباء حول انسحاب قوات النظام من محيط منبج، المشهد المعقد في منبج كيف سيحل برأيك؟ حقيقة الأمر الموضوع ليس معقدا بمعنى الغموض، وإنما أصبحت الأمور واضحة. بالأصل منظمة قسد هي كيان هش، قيادته كردية طائفية لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهي معروفة كيان طائفي، وهو حذاء بأرجل الولايات المتحدة الأمريكية، وبتعبير آخر هي شركة لمن يدفع، والضحية هم الشعب الكردي أولا ثم باقي التكوينات السورية. هم استخدموا الكرد المساكين كوسيلة من وسائل خدمة الولايات المتحدة الأمريكية والأجندات المعادية للشعب السوري. هي شركة بامتياز، وأبشركم أن منظمة قسد هي منظمة ذات كيان هش، ليست مندمجة مع بعضها وليست متآلفة، لأن هناك كيانات عربية وميليشيات عربية منضوية، إلا أن القيادة الطائفية التي تتستر بالقومية الكردية هي من يقود هذه الميليشيات الآن. طيب، في حال دخول النظام إلى منبج برأيكم كيف ستكون ردة الفعل التركية، وهل يمكن أن تكرر ميليشيا سوريا الديمقراطية المشهد ذاته مع ما حصل في الرقة؟ لا يمكن إطلاقا، وليس من المفترض، وليست ولا توجد أي احتمال لدخول قوات النظام منطقة منبج. الفدائي الجيش الحر ما زالوا مرابطون الآن في أقرب النقاط إلى منبج في منطقة عون الدادات وغيرها، وتعلم أمريكا وتعلم قسد مدى جاهزية جيشنا الحر، وبالتعاون مع أشقائنا في تركيا الذين نتوحد معهم هدفا وعقيدة وتوجها، لأن هذه الحفنة العميلة المعادية لتوجهات الشعوب ما هي إلا حذاء في الأرجل، وهي كيان مؤقت لا يمكن للنظام أن يدخل منبج على الإطلاق. أيضا النظام أتوقع هو غير قادر حتى للسيطرة على المنبج، لأنه لا يمتلك العنصر البشري. حتى كلمة نظام سوري أنا رأيي أنها انتهت. تحدث لي اليوم عن إيران، عن روسيا، عن ميليشيات أفغانية وباكستانية، ومن أناس كثيرون. لا يوجد نظام سوري، النظام السوري هو فقط بيرق وورقة يلوح فيها النظام الدولي. النظام السوري هو في حكم المنتهي ولا يمتلك أي قرار على الأرض السورية. مع ذلك ما يحدث هو يسمى أو يطلق عليه باسم النظام. المعارضة المسلحة تقول إنها جهزت 15,000 عنصر لدخول منبج بالتزامن مع حشد النظام هناك أيضا. هل برأيكم يمكن أن نشهد صداما بين المعارضة والنظام؟ أولا الحقيقة أريد أن أوضح مصطلح، أن نحن لا يوجد في سوريا عندنا معارضة مسلحة أبدا، عندنا ثوار مقاتلون، لأن المعارضة هو تعبير على المعارضة الشرعية كما نقول الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أمريكا، الذين يعيشون تحت مظلة واحدة. أما هؤلاء ثوار ضد الاستبداد، وممكن الاحتمالات واردة أن يكون هناك صدام بين الثوار السوريين والنظام إن سولت نفسه دخول منبج، ولن يسكت الثوار عن هذا المنطق إطلاقا، لأن هذا الأمر خارج السياق السياسي وخارج سياق التوجهات الثورية لجيشنا الحر الأبي. من ريف حلب السورية الباحث السياسي السوري سيد صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم.